المرة الجاية هو لازم تحط له أجمل 5 أهداف هو يختارهم. حاضرين الأسبوع الجاي أجمل 5 أهداف بس مننا نجيب له يانا ندور عليه أنا. طيب في فقرة هذا أبي رح نتعرف على جيوفاني سيميوني ابن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني. القصة الكاملة مع رضيا صلاح. لا طالما تمنى نجم المستدير أن يكون ولي عهده في الملاعب بارزا بأرقامه بل أن يكون الأفضل. كتبت المقالات الرياضية عن أبناء تعدوا أباءهم في النجومية والأرقام، وربما تعود الإحصائيات إلى نجوم قدامى. حاليا هم موجودون، لكن هل استطاعوا أن يكسروا القاعدة؟ قصتنا اليوم أرجنتينية عن النجم الكبير دييغو سيميوني، لاعبا مدربا وأبا فخورا بابنه البكر جيوفاني ابن 25 مهاجم المنتخب الأرجنتيني وكالياري الإيطالي حاليا. تربى على محبة المستديرة، جمعه الشغف بوالده النجم الذي صال بين أندية أوروبية أبرزها محطة إسبانية وإيطالية وقصص مع المنتخب ل14 عاما من البريق. والدي نجم لاعب مدرب وفي محطته الإسبانية رحلتان بارزتان مع أتلتيكو مدريد وعودة إلى دياره مدربا منذ 9 سنوات بطلا للدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس الملك والدوري ووصافة أوروبية بطعم الذهب. والدي الذي رفع السقف عاليا، فاحتجت أن أقدم ولو جزءا بسيطا في رحلتي التي اخترت أن أبدأها مع العريق ريفر بليت وصولا إلى المحطة التي عاشقها والدي، المحطة الإيطالية التي لم أغادرها منذ حللت من جنوة وصولا إلى فيورنتينا وكالياري، وأهداف سجلتها أسعدت الأب واللاعب والمدرب دييغو، ولعل أجملها الهاتريك في شباك نابولي قبل سنة مع فريق فيورنتينا. أنا جيوفاني الذي عاشق المستديرة بوجود أب نجم، لكن الواسطة لم تكن أساس مشواري. أنا بطل كوبا أمريكا مع منتخب بلادي تحت 20 عاما وهدافها، وألوان منتخب بلادي واصل حملها اليوم، كما سأحمل اسم والدي النجم الكبير دييغو سيميوني. أنا جيوفاني. راديو صلاح، صدى الملاعب. منروح لفاصل أخير من الإعلان، بعده منروح للبحرين مع الزميلة نايلة الجناحي اللي قالت إنه برشلونية بس قبل الثمانية، بعد الثمانية بتعد اعتزلت هي وكل اللي بيحبوا برشلونة. بعدين راح أشوف لمين رفعت النجمة روعة السعدي الكرة كرة الصدى.